عبد الرحمن عيسوي من مدينة وادي زم، 15 عام بالمثابرة والبحث والتطوير في عالم الايروسبيس أو الطيران. صوبت هذه الطائرة اللي هي طائرة بدون طيار، يمكن استخدامها في الأغراض العسكرية ولا المدنية. الأغراض العسكرية يمكن استعمله في المراقبة ولا التجسس ولا الاستخبارات، أما الأغراض المدنية فيمكن استعمله في خفر السواحل أو للبحث ولا الإنقاذ وكذلك الحصول على التصويرات التوبوغرافية. كما كتشوفوا الطائرة صنعت، يعني تصنعت في السطح اللي هو باين، يعني ماشي شي امكانيات متطوره اللي غادي نديروا بها. وبغيت نوصل الشعب المغربي الى الطائره هذه، الى توفرت الامكانيات راه غادي نصنعوا ما احسن من هذا الشيء هذا. والطموح ديالي هو انني صوبت هذه الطائره باش انني ندفع بالمغرب الى الامام ويمضي قدما. This is craft or provide advanced aerodynamic. هذه الطائره هذه كتعطينا واحد الصوره على شكل يعني انسيابي جديد جدا، كيتوفر لها واحد ايروديناميكيه اللي هي ممتازه، كتعطينا واحد البور فورموس اند ايفيشنسي اثناء الطيران ديال الطائره. وهذا التصميم فهو تصميم جديد، يعني جديد ماشي مستنسخ، فهو مبتدع من طرف عيسو ايركرافت او عبد الرحمن عيسو اللي هو مصمم ومصنع هذه الطائره. هناك قطع غيار تم استيرادها من الخارج، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك فرنسا. كما كتشوفوا هنا كتعرب لدينا عندنا هذه الفرفرة هذه، يعني بالدارجة، أما بالمصطلح ديال الطيران كيتسمى البروبيلرز، اللي هي تم استيراد ديالها من فرنسا، وهذه مصنعة بتكنولوجيا متطورة عادية اللي باش تقوم واحد البورفورموس واحد الإيفيشنسي أثناء الطيران. أما هذا كيتسمى بسبينر أو الدوار، فالدوار تم استيراده من الولايات المتحدة الأمريكية ومصنع من الفايبر كاربون، وتم الدخول ديالو عبر البريد المغربي وجابوه لي سعيد البريد. حاليا ما كاينش اللي كيساعدك والو، كلشي كيواجهك بالرفض وتيوافق بالرفض والقمع، تيقول لك هذاك مساطي ما يمكنناش نساعدوه، يعني ما نعطوش فلوس. كاين اللي تيجلس معاه تيدير لك خاطرك وكيف في الاخر كيقمعك في يعني كيردعك في وراء الظهر ديالك. الطائرة كطير، وبغيت غير بغيت من المسؤولين انهم يساعدوني باش انني نتيستيها. حاليا ما نقدرش انني ندير تيست، بغيت نكون واحد الانسان قانوني، ما بغيتش نخترق الحدود ديالي. والغرض من هالطائرة كذلك هو انني بغيت ندفع بالمغرب للامام ويمضي قدما في عالم الطيران، وغادي ان شاء الله غادي يتحقق هادشي بالمساعده ديال المسؤولين ان شاء الله. وحنايا ان شاء الله وراء صاحب الجلاله نصره الله اياده، وحنا ديما معاه وغادي نخدموا جاهدين من أجل إيصال المغرب في عالم الطيران.